انا مهما مه مه ماشي انا خارج رايح فين خارج نطاق الخدمة اللي خرج من داره يستاهل اللي جراله الباب بتابونا عايزين يخرجونا خارج نطاق الخدمة حجات ده اللي بالك منه وجوزك ما فرقش كتير عنه هنشوف على مين هيرن لقد بدأ البرنامج يرجى إعادة شحن الأماكن اثبت مكانك فاكرة؟ فاكرة انتي فاكرة؟ رؤية ولا خارج نطاق الخدمة؟ هو المفروض ان هو خارج نطاق الخدمة بس كان بيضحكوا عليهم يقولون برنامج ايه رؤية؟ رؤية فاكرة احنا عملنا ايه في الميك اب روم؟ العقل المدبر كان مثبتنا قوي عشان خاطر ندخل نضحك على النجوم كان قوي جدا وبيعرف ازاي يوظفنا صح فعلا فاكره لما اتفق معايا على عادل الفار لا حلقه عادل الفار دي كانت جامده جدا انا فار سياسي انا مش قادره اقول لك ان انا كنت قاعده قدامه زي ما اكون بتعلم لاول مره اقف ازاي قدام كاميرا اقول ايه انا فاكره كمان في حلقه ريهام سعيد قال لي ازاي احرق دمها والحمد لله نجحنا تيجي نقدمه زي ما كان كريم كوجك بيقدمه قدميه زي ما كريم كوجك بيقدمه مشاهدينا مشاهدي ار تي في العالم كله اهلا وسهلا بيكم في امريكا واستراليا واوروبا والشرق الاوسط اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من رؤيا هيشاركنا النهارده ضيف عزيز جدا في تقديم الحلقه لكن قبل ما دلوقتي بقى هنقول قبل ما نقدم الضيف العزيز لازم نشوف مع بعض الكليب ده وانتوا لوحدكم هتعرفوا معانا حجاج عبد العظيم نورت نورت حضرتك طيب هنقدمه بالعقل المدبر اتفضلي حضرتك فين الفرشه الناعمه كل شويه اقول له فين الفرشه الناعمه كنت بسخسخ اه يقول لي الفرشه الناعمه اروح مدي له اروح مسرح اقول له دي مش ناعمه يقول لي ما اجيب له منين الناعمه ده فين الفرشه الناعمه يا استاذ بتاعت الشعر فرشه ناعمه روق يا زعيم روق ايه يا استاذ احنا اللي هنفهمك التسديد يا عم دي مش ناعمه دي بقى اهو اهو ايه يا حكايه بس واحده اوعى 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 يلا بس خلصونا بقى عايز ايه الشعر طيب انت فاهميني يا جماعه بس عشان ما تجننيش معروف عليه يا عمرو عايز ايه الشعر ايه اللي رمى انت عايز ايه ايوه بيزعل ايه هاتوا له الفرشه اللي عايز يسرح بيها شعره شعر هو سنادة لسه على الفرشة كل ده؟ معرفش الفرشة الناعمة ما تبقاش خشنة تبقى ناعمة فكرة البرنامج هي جات لي الأول في البداية أنا مرة كنت مرة بتفرج على صباح الخير يا مصر وبعدين قاعد لوحدي الصبح بدري كده ولقيت مذيع ومذيعة فبيقدموا ضيف فلقيت المذيعة راح مقدم قبل هي ما تتكلم فجأة جه قال ومعانا جت تقول لا فلان الفلاني فراحت بصله قوي كده فجيت قالت له لا دلوقتي ببرنامج صباح الخير مصر احنا عايزين نقول قال له احنا عايزين دلوقتي مبسوطين جدا وبتاع مش عارف تيجي تقول له طب اصل يقول لا اصل ما مش عارف ايه فالمذيع بيخنقها خنقها لدرجه انها يعني المصور عمل بان على وشها فلقيت راحت كده يعني حست انها متضايقه جدا يا عيني ومش عارفه تقول حاجه فانا بقيت قاعد فعلا برفص في الارض من الضحك لدرجه ان هي جايه تختم الحلقه هو اللي ختمها برضه فجايه من بيتها وصاحيه من النوم وعامله شعرها وميك اب وبتاع وجايه وقاعده عيني ومتعبانه جدا ومتبهدله ما خلاش قالت جمله فقلت الله طب ما دي فكره حلوه يعني الواحد يقدر يعملها بس تيجي ازاي لازم يبقى فيه اولا مذيع هو اللي يصطاد مصداقيه يبقى فيه مصداقيه وهو اللي يصطاد الزبون عشان انا مسميه الزبون او الضحيه ليه على اساس لما الضيف يجي يلاقيني بقول كلام مش منطقي فيجي يبص ما يستغربش الموضوع قوي مذيعين الموضوع فيجي يبص للمذيع يلاقي كريم جد جدا
بيقول له اه وبتاع وعامل حواجبه، انت عارفه كريم يعني ايه بيتصف بالحواجب الغازيه جدا وعاملهم كده في بعض. فيبص له لقيه بجد، فيبص لي يقول ايه ده، بيقول بجد ولا اوفر قوي. استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك. هيبقى الكلام كله كده بنفس الصيغه دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شريف نتكلم كده ونعمل حاجه لذيذه ونسال بعض كده، وتسالني واسالك، مش يبقى كلنا نتكلم مع بعض؟ يا ريت يا ريت، الجو جميل ده، فرصه لينا حبيبه قلبي. ربنا وانت كمان والله، ربنا يخليك يا حبيبتي. ممكن ندخل مثلا على الشك في الحب، الخيانه في ازاي اللي بيحب مثلا ممكن يغفر قد ايه؟ اه الخيانه والحاجات دي مهمه قوي في ال انا معاكم في الخيانه للصبح. انا بقى انا ارد مره واستاذ حجاج مره، انا ارد مره واستاذ حجاج مره، يعني في نفس السؤال. اه طبعا رايي اللي مهم رايكم انتوا الاثنين عشان ناخد الانطباعيه. وانا ارد ممكن ندي فرص لبعض علشان ما ايه الاسئله تبقى متفرقه في شكل كويس. لا نبقى يعني نفس السؤال، انا هراعي ده في اسيبك ترد شويه وبعدين انا ارد، او انا ابدا وحضرتك تكمل. بالظبط عادي جدا. اوكي يلا سبيلبرغ. 3 2 1. احنا بقى سؤالنا لو تسمحوا لي لازم نعرف فيه انطباع المراه، لازم نعرف راي الست فيه. دينا الست لما بتحب غير المرأة بس ولا يعني لا سؤال عام؟ لا احنا انت عارف السؤال ايه؟ هل الست لما بتحب زيها زي الراجل لما بيحب؟ انا اقول لك بقى سيدي، بالنسبه للراجل لما يجي يحب حبه الاساسي اللي هو منبثق من قلبه معلش سوري من قلبه اللي هو في حاجه مش هقول عشان ركبنا طبعا معلش من الاول ثاني شيء بعد اذنك. طب ايه اكتر فيلم عجبك؟ في ناس كتير جدا يبقى قاعدين كده زي الناس اللي قاعده دي تقول الفيلم ده كويس ولا الفيلم وحش، الممثل ده كويس ولا، فبيتظلم الفنان. تمام اتفضل حضرتك، انا مستمتعه جدا بحديثك فانا عاوزه اعرف رايك في الموضوع. لا يعني انا بتكلم، لا انا طبعا شبه خلصت يعني. لدرجه ان كان يجي دايما يسالوني يقولوا لي مثلا ايه التواضع، اقول له التواضع خيبه. فنان حجاج عبد العزيز، هل في علاقه ما بين التواضع والتسامح؟ التواضع يا انجي يعتبر بالنسبه لي التواضع خيبه. خيبه؟ خيبه. ده من تواضع لله رفعه. لله قالوا ايه؟ لله. لله من تواضع لايه يا انجي؟ لله. لله انما مش لحد مش كويس. من خلال معاملتك للاخرين. للاخرين تواضع خيبه، لان التواضع ضعف وخيبه وعدم قدره، وزي ما بيقولوا بالبلدي كده قصر ديل. هل انت بتعتبر نفسك شخص متواضع؟ لا طبعا، لان التواضع خيبه. خيبة في يا جماعة خلي بالك التواضع خيبة ممكن تغير بيه مفاهيم كل الناس. لا التواضع اقول لك حاجة، امال ايه رأيك في كلمة من تواضع لله رفعه؟ لا من تواضع لله لله من خلال معاملتك لله بالظبط. انا مش مفيش حد ما تواضع لله، انا ما تواضع ده انا ومخلوقاته. مفيش كلمة تواضع بيني وبين الله، ده الله ده هو اللي خلقني، انما البني ادم ده مش هو اللي خلقه. ايوه زي حلقه البخل. بخل ايه؟ انا برفض كلمه البخل. اسمها الترشيد. فانت بتتعامل ازاي مع البخل، مع اي شخص بخيل تعرفه؟ مبدا البخل اتصدم بالبخل. لا مفيش، لا لا هو ما انا مستغرب على كلمه بخل. المفروض كلمه بخل دي يعني تتشال من القاموس يعني، لان مفيش حاجه اسمها بخل، هو في حاجه اسمها ترشيد. ترشيد الشيء اللي معاك. اهلا مالك. فطبعا الحمد لله رب العالمين، كان تيم ورك حلو، وكان مجموعه عمل جميله جدا من اول المخرج لغايه اخر واحد معانا في البلاتو. فعلا انا مبسوط جدا بالتجربه دي وسعيد جدا جدا، وكسبتكم كلكم بجد يعني. دي كسبتك يا حجاج، وده كان من احلى البرامج اللي كلنا حتى وقت الفطار بنسيبه ونقعد نتفرج عليها. يعني احنا بنطلع دايما في بروباجندا تي في وبرامج تانية ما تعرفناش غير من حلقاتك. يعني محبي طبعا للبروباجندا. انتوا كمان، انتوا رضوى فعلا في الحقيقه انتوا كنتوا مجندين وحابين وعندكم روح التعاون. وبعدين طب يعني كنت الاقي رضوى تيجي تقولي طب انا هعمل ايه هنا، وبعدين فجاه الاقي رانيا جايه تقول لي انا بقى اخش عليه دلوقتي اعمل معاه الحركه اللي هي، اقول لها ايوه، وبعدين رضوى تيجي تقول لي مش هيفهم
لا لا مش هقف. فطبعا الاثنين وعاملين عمايلهم لسه مكلميني حالا قايلين ان في دروب. مين كلمك قالك في دروب؟ زي حضرتك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ استاذ كلمني في القناه وقال لي في دروب تعالي. قال لي في هتجي دلوقتي معاكم. حتى ما لحقتش اركب اير بيس ولا اي حاجه. احنا عندنا ضيفين. طب نقسم الاسئله. بس ايه يا شريف؟ طيب يعني ايه مش فاهم؟ لسه مكلمني حالا من القناه وقايل لي انزل علشان خاطر. انا اسف يا جماعه، القناه جالي تليفون دلوقتي. طبعا الموضوع وصل اللي حصل في الحلقه فيه شويه، واحنا مضطرين نغير المذيع بتاع التسجيل ده. نعم نعم نعم. يعني ايه مغير؟ نعم ثواني معلش. نعم طب انا اقعد جنب استاذ حجاج. يا شريف ازيك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ازيك عامله ايه شريف؟ يا كريم، يعني انا ثلث ساعه بنبدا في مصر ولا ايه؟ كريم كريم، هما ليهم حق انا اكبر من ان انا ابقى في برنامج زي ده. لا والله احنا بنعمل ايه بقى لنا 25 دقيقه دلوقتي؟ فعلا يبقى هو استاذ كمان مالهم استاذ حجاج وريهام؟ لا هو انا ممثله بس هو قاعد. مش الكلام اللي بيتقال. انا ما عملش ايه؟ مش طايقين بعض مش فاهم يعني. لا ازاي استاذ حجاج، حضرتك عالي المقام طبعا. ازاي؟ ربنا يخليك. وانت كمان برضو يعني نعمل حلقه كويسه من فيجن. يعني ايه نعمل حلقه كويسه من فيجن؟ انا بعمل حاجات برقبه فيجن ده. يعني دلوقتي المجموزال هي اللي هتذيع البرنامج؟ لا ازاي انا ولا ايه اللي هيحصل؟ ده يا استاذ حسام هيتضرب. تعالى تعالى حسام بعد اذنك احضرنا كده. ما اعرفش، انا شايف ان دي الحلقه دي من اولها لغايه اخرها بصراحه بنعجب بيهم. طب ايه اللي حصل؟ ايه ايه اللي حصل؟ انا ما شفتش حاجه. انا شفت في ما فيش حاجه حصلت. انا مش شايف في حاجه حتى لو في اختلافات في وجهات نظر، في حاجه اسمها مونتاج بديهي. طب ايه؟ طب ايه؟ إيه؟ انا عايز افهم ايه؟ انا عايز افهم ايه؟ انا ما شفتش حاجه. يعني ايه انتوا بتبعتوا تجيبوا مذيع وفي مذيع قاعده احنا مواشي ولا ايه؟ احنا بقر يعني بتبدلونا؟ طب ايه؟ وبعدين هو انا حد قليل عشان يتعامل فيا كده؟ عندي سؤال ملح. احنا دايما كنا بنقف فوق في ال في الكنترول. بس العلم مش ممكن. كنا بنشوف استاذ حجاج اول لما شريف بيقول بريك او ميك اب بتاعك او الدانه مش عارف ايه، يطلع يشوف الفنان وهو بقى عمال يقول ده حجاج وحجاج وحجاج. احساسك ايه بقى؟ وقول لي وانت واقف كده كنت بتبقى متوقع انه إيه مثلا النجم ده يطلع منه كده مثلا؟ انا في كده وانا جاي تقول ايه؟ سوري يا جماعه عشان في حاجه فرمش الاستاذ. اذا كانت فرحته كلها منوره، اذا كانت فرحته كلها منوره، اذا كانت فرحته كلها منوره كلها بتبرق جت على عينه الراجل ده حاجه تنقط. في ايه يا حجاج؟ انت افتكرت ان انا بتريق؟ لو المصحف الشريف حجاج وانا عيله انا جيت عشان امسحها ما عرفتش. ايه ده؟ لما جيت انت قلت في حاجه فرمش وانا جيت امسحها له ما عرفتش. انا خلاص لا 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 خلاص خلاص بقى بره. لا 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 انا ما احلفش على فكره كذب. انا ما بتريقش على حد. هو حسب نوعية، هي محتاجة بس حتة ايه؟ سايكو شوية، نفسيا شوية. يعني مثلا في حد ضيف يكون موجود ما ينفعش يقول كلمة في غيابي، ما ينفعش يجرحني، ما ينفعش، بيبقى متحفظ جدا. فافضل اقول ايه؟ طب ده لازم يتداس شوية عليه، يبقى في حتة نرفزه. فروح ايه رميه في الدواسة قوي. يعني ايه؟ ما جيش جنبه خالص ولا رد عليه ولا شايفه، لدرجة ان مرة مش عارف مين جاية بتسأل تلتش دي واحدة. وقبل الفيلم بس علشان يعني الضرايب والحاجات ديت قالوا لي تعالى نمضي. طب ازاي حاجات اشتغلت ما ينفعش ان انا ممكن اشتغل يعني ممكن اشتغل مع حد بكلمه. قلت بعد دي اكيد هتتكلم، وفعلا قالت ايه ده تو ماتش يعني بعد ما مشيت. فانا كنت بطلع كنترول على اساس اصطاد غلطه. وشريف كان يقعد دايما بيسخن. احنا كنا بنشوف بقى وشريف في الاير بيس يقول لها هو ايه ده؟ مشكله ما بينك وما بينه. هو في مشكله. هو ماله بيعمل كده؟
هو ايه هي يمكن البدله مغيره لا والستايلست الا ستايلست لا 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 حركات لدرجه ان في برضو حلقه من الحلقات بتاعت منير مراد مكرم هو حس في عينه ان هو داخل جان وعايز ياخد المعجبات كلهم اللي فقال لي ايه رايك خلي بنت دايما متجننه بيك نعم. علشان هو يتغاظ صح وفعلا في بنت قالت حجاج وبنغني لك ومش عارف بقى قاعد احسدك في النقطه واحده دي ما كانش ينفع تنزل يعني في الاذاعه يعني طب ما اتضايقتش من الناس اللي يعني لما انت ما كنتش موجود كان في حاجات بتشالت في المونتاج يعني انا في رايي ان هي نفسيات بانت شويه بعض الشيء ما زعلتش انا اتسالت السؤال ده كتير جدا بامانه انا بتسال السؤال ده كتير انا بتسال السؤال ان انت ليه انت فعلا ما بتزعلش من الناس اللي بيتكلموا عليك انا لو مكان الضيف هتتكلم طب اعمل ايه بس يا شريف ورود يا بابا الوسط تحول لدينا الى ورود الوسط تحول لدينا الى ورود الوسط تحول لدينا الى ورود ما ينفعش الكلام ده خالص توجهني في كلامي انا بوجهك في كلامي ازاي انت بتقولي عليا ده انا مين قال ان انا جبت سيرتك انت جبت سيرتي قلت قرود والوسط ده قرود حجاج انت ليه واخد الكلام على نفسك ايوه على نفسي لان انا سمعت واقع على الشاشه بتقولي قرود ما ينفعش استاذ حجاج بعد اذن حضرتك انا مش مستريح للحلقه دي بالذات معلش معلش طب براحتك طبعا تسريحه مش انا هقول اي حد ثاني انا بتاع الحلقه حجاج انت كده بتتهمني مش بتهمك لا انت بتتهمني قدام الناس دي كلها بتتهمني شكرا يا ناس على اللي انت بتعمليه ده متشكر جدا لانك انت يعني انا اخر ما كنت اتصور انك تتكلمي عليا في غيابي قول عليا قرود الوسط ده قرود هقول لك على حاجه يا حجاج انت مش هتزعل من نفسك لو انا قلت له ينزل الفقره وبيكلمني عن بقيه الحلقات فقلت له لازم مش عارف ايه بتكلم ان جنرال ايه اللي جاب عليك بقيه الحلقات والجنرال ايه اللي جاب عليك يا حجاج ده انا قاعد بتكلم على فكره انا اللي ازعل منك مين اللي جاب الكلام عليك اصلا يا حجاج انت اللي اتكلمت عليا بقول لحضرتك لا يا سبحانك يا رب اجيب لك الناس اللي قاعده اجيب لك الناس اللي قاعده لا يا كريم مش كده انت بتحاسبني على شوت متاخد في حياتي انا المفروض انك انت تحترمني بس انا بقول لك زي ما تتكلم عليا انا حضرتك كله فاصل والكلام مش عليك لا يا كريم مش كده لا حول ولا قوه طب اهدى بس استهدى بالله استهدى بالله يا استاذ حجاج على فكره والله العظيم انا مستغربه ان العشره بيني وبينك انت مش لما العشره مش لما اكون لا مش لما اكون ايه لا مش لما انا اكون قلت العيب يبقى تقول لي عيب يا حجاج ايوه عيب لما تقول الكلام عليا انا استهدى بالله انه عيب انك انت تتفرج علينا الناس لان انا ما جبتش سيرتك لا انت جبت سيرتي انا مش عارف اتكلم اساسا في الحلقه ممكن بالراحه انا مش عارف اتكلم في الحلقه ليه يا حجاج منك ايوه منك يعني انت دلوقتي بتتهمني وبعدها كمان هتكلمني بالاسلوب ده ايوه ليه يا حبيبي ايوه كده ليه يا بابا يعني انا بديله عذره تحط نفسك مكانه بحط نفسي مكانه واحد كابس على نفسي ومش وداخل جوه بقي يعني قطر ومش مديني فرصه وبرد ردود غبيه جدا ومش عارف اتكلم وبقول الفاظ غريبه ويمكن في فواص في 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 حلقات سفرات فلما سمعوا لفظ اوفر قوي فما يصحش فلازم يتكلم عني يعني انت لو عايز لا معلش دقيقه واحده دقيقه واحده دقيقه واحده دقيقه واحده بعد اذن حضرتك معلش بس بالراحه دقيقه واحده بس استاذنك في حاجه يا استاذ حجاج مش هزار معلش يا استاذ حجاج مش هزار معلش بعد اذنك انا يتقال عليا طب في طريقه كلام بالراحه بالراحه تعالي كده انا بتكلم بالراحه لا ما تزعقش لا ما تزعقش لا ايه لا ايه انت هنا بتدلال ايه يا ده سمعت تعالي هنا شيرين شيرين تعالي دقيقه واحده شيرين انا بكلمك هنا تعالي دقيقه واحده تعالي دقيقه واحده تعالي دقيقه واحده هو مش هيمشينا من هنا لا مش هيمشينا من هنا انت تدخلي وتقعدي زي ما انت عايز هتقعد تقعد طبعا هتكمل انت اللي تقعد هتقعد وانت يا استاذ تتكلم عليا انا مش بكلمك لا انت كلمتيني لا 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 ثواني حضرتك كلمتيني ثواني يا استاذ حبيب بس معلش معلش بالراحه بعد اذنك انا محترمك من الصبح انت غريب غريب في ايه غريب بجد غريب في ايه ما غلطتش فيك على فكره انت غلطت فيا يا استاذ حبيب راجل اجريسيف وتعبان لا لا معلش معلش لا 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 ولا لازم ازعق بالراحه يا استاذ هو لو حد اتكلم في غيابك تزعق ولا ما تزعقش معلش يا استاذ حاجات بعد اذنك معلش ليه معلش ليه مش هتزعقي يا استاذ تعبان يا استاذ حجاج ليه مش هتزعقي لما تلاقي حقك انت حد بيتكلم في حقك صح انها ما تزعقش معلش ثواني يا شيرين بعد اذنك معلش معلش معقوله عايز اقول حاجه عايز اقول حاجه بس معلش وانت راجل اعلامي حضرتك اعلاميه تقول عليا كده يا استاذ حجاج قلت عليك ايه يتقال عليا تعبان واجريسيف والمفروض ايوه تعبان تعبان ايه المشكله بتقول انت تعبان ايه تعبان الكلام ده كان بعد ما كان الدم احنا متهيئين ان نازل منك دم لكن في نهايه الحلقه لما بيطلع يقول للناس
انا مش مصدق ان ده حجاج. انا قلت كده لان انا عارفه. فعلا كلهم قالوا كده. كلهم قالوا ده طيب. صح. ده انا عارفه. صح. ده انا فدي بتخلي الناس وبتخليني انا كمان احس ان انا مستريح نفسيا. الحمد لله. وبعدين انا حتى لو زعلت بس انا يهمني ان انا ابسط المتفرج المشاهد. مش شرط ان انا ازعل لان انا مش كده. فلكن لما انا اكبره ووصله الغلط عليا قدام الناس فالناس بتضحك. احنا عاملين البرنامج ده للفاني للضحك. فلازم نجري ورا الضحك. قولي بقى كلمه للناس بقى. محدش يجي اي برنامج خالص. اوعى والمصحى عارف لو اقول لكم هدفع لكم 1,000,000 جنيه ابدا والله. اصل الاعصاب بتاعتي بص صوتي راح. يعني والله ده انا بموت في المصحى. ايه هتعمل؟ لا حاجه، لا حاجه مش هينفع. لا حاجه جايه ده بجد. لا بقى ده برنامج كان ماله دخل بحمار وبقى. مين اكتر واحد كان صعب استفزازه ومين اكتر واحد طلع يعني حجاج عبد العظيم طلع من الحلقه بيضحك ومش مصدق نفسه؟ انا كنت هسال السؤال. انا في يعني طب انجلي صح. لا هو اللي ضحكني قوي خالد الغندور. اشمعنى؟ خالد الغندور لان احنا عملنا له يوميها حركتين. حركه ان شريف لخمه بموقف له المساعد بتاعه وجنب الكاميرا يقول له ايه تعال شويه كده فيروح عامل كده. طبعا تخيلي لما واحد بيسالني سؤال ويجي يقول لي مثلا استاذ حجاج عبد العظيم استاذ حجاج فده يضحكني لانه يعني احنا بنعمل حاله وبعدين في حاله تانيه جوه الحكايه وبعدين في حاله تالته. فطبعا يبدو على خالد ان هو كشف الموضوع. بس انا جبتها له من سكه تانية. عملت ايه؟ قلت له احنا مفيش حاجه خالص، هي إيه المشكله كلها انك انت تخلي بالك من الزهريه اللي جنبك دي على اساس ان دي ممكن تفرقع مره واحده. فانا يعني متنشن عشان الموضوع. لا خالد بص اقول لك حاجه. قول لي. معلش يا شريف. قول لي وانا والله هبقى لو البتاعه دي حسيت انها اتحركت ابعد عنها. بس كده حرقت الدنيا. بس حرقت الدنيا يا عم. هو حبيبي برضه. لا لا والله هو حبيبي برضه ما رضيتش اقول. لا والله عشان الواحد يبقى لذيذ. بس عشان انا ايه يا خالد عمال متلني. فانا خالد بجد انت بتثق فيا. لو اي حاجه حصلت من هنا يعني بص ما تحاولش ان ايه تبان ضعفك او بتاع. بس يا جماعه خلاص خلاص ماشي. هنعمل ايه بقى كده يا عم بشير؟ طيب ضربت كده في ايه؟ لا مفيش حاجه عادي. ان يعني طبعا لازم الواحد ينتقي ادواره. وانا دلوقتي بصدد ان انا اعمل فيلم. بصدد يعني ان انا مش معقوله كده. طيب سوري يا حاجه. طب ما تظبطوا يا جماعه انتوا اضاءتكم اسرع. يعني مش عارف ايه الاضاءه وانا اعمل اسرع بكتير. يعني انت بعملها لي بالسلطي اصلي. يعني اعمل كده اعمل كده تقول لي ارجع كده. بص خليه يفتح الكاشه. يفتح جبت لي عتب. طب ما تغيروا له الكاميرا او حط يعني حط الكاميرا مكاني وانا اقف هناك بقى. حلو كده؟ ده ايه ده يا اسطى؟ علوه يا اسطى علوه كل شويه على كده. تضايق فعلا. خلاص انا عرفت طلبك. عرفت كويس كده؟ طيب مين اكتر واحد بقى كان صعب استفزازه ما ردتش عليا؟ اكتر واحد كان صعب استفزازه عادل مبارز. عادل مبارز كان مؤدب جدا. ده واقع بتاعه. ومتسامح جدا. صح. ولدرجه قال لي حجاج في الاخر انا هو حجاج اللي بتكلمني. انا هو بتكلم كريم. ايوه انا شفتها. فكريم قال لي هاجي مكان كريم. راح قايم قاعد مكان كريم فرحت باصص الناحيه الثانيه. الثانيه ثانيه بس الجنب عليا ثانيه حضرتك تقوم. ايه ده ايه ده حجاج دي بتاخد اللعبه. لا لا مش هنرحمها. الحلقه الجايه. ايه حجاج بتقول ايه؟ البرنامج الجاي. المجهول طبعا لازم يخوف اي حد في الدنيا. هو اللي قاعد على الكرسي ده بس اللي بيسال ولا الكرسيين بيسالوا؟ ممكن نبدل الكراسي؟ بعد اذنك. انا بقى بتضايق وعايز عايز اقعد على اليمين. انا عايز الكرسي اللي على اليمين. مش يجوز ان انا اقعد على الكرسي اللي على اليمين. اتفضل يا باشا.
لا طبعا فالخوف هو يا عم انا اللي بس انا اللي سالك السؤال انت معاه هو ليه؟ ما انا بقى مش انا اللي سالك السؤال. ما كانش لسه جاوب على احنا انت مش صاحبي اصلا. ما كانش لسه جاوب على انا لسه انت شفت الراجل ده كم مره؟ كتير طبعا. طب وبعدين يعني انا عايز اسالك 15 سؤال. انت يا عم سيبنا اسال الله يلا يا عم سيبنا اسال قول له كلمه تعالى اقعد على الكرسي بتاعك. انا هقعد على الكرسي ده. لا خليك انت لا اهو خلاص اقعد جنبك انا خايف تساله وانت قاعد جنبه بقى. خلينا نكمل بقى الموضوع كده صح يعني. انت بتخاف من التكنولوجيا الحديثه؟ التكنولوجيا الحديثه ايوه. لا طبعا دي ليها اكيد. انت بترد عليه هو تطور ايه حاجك بترد عليه هو انا اللي بسالك حاجه تحت امر سيادتك. وانت الكاميرا بتاعتك هنا حاجه هتقعد انت جنبي. اتفضل اتفضل ماشي. انا بعمل كل اللي انت بتقوله اهو. الله يكرمك. انا ملك ايديك اهو. ما انا عارف انا ضيفك. انا اهو انا ضيفك. لا والضيف على الراس. الله ينور عليك. يلا انما ضيفك وكل رز كل رز. لا انا عايز اكل لحمه بقى وعايز اكل لحمتك يا استاذ. عايز اكل طبيخ من طبيخك يا فنان. اتفضل اركب انت. ما احنا ما احنا بنحاول بنجتهد بنجتهد. بتخاف من التكنولوجيا الحديثه؟ لا طبعا مفيش اي تكنولوجيا حديثه تخوف. لكن انا ما افهمهاش او ما بحبش يعني ما بحبش الحاجات المبسطه. يعني لو في حاجه ساعه تتفهم بسرعه طب اعمل ايه؟ ادملك على الارض؟ ممكن اقعد لك انا هنا مثلا علشان ترد عليا؟ انا بسالك فترد عليا. طب ايه اكتر حلقه عجبك قوي 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 واكتر حلقه تعبتك جدا؟ بتقولي ايه رادو؟ ايوه عنتر هلال ودينا فاروق. اكتر حلقات ضحكوك؟ لا تعبت فيهم. تعبت فيهم لان عنتر هلال عملت عليه ان انا واخد مخدرات. وكان كل ما يسال سؤال اضحك. والتواضع خيبه. لا مش خيبة. لا التواضع خيبة. لا 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 اولا مش هو تواضع. ثانيا التواضع عمره ما كان خيبة. اولا مش تواضع لسبب. افضل هديله هديله 100 جنيه. لا هو قال لك وجهة النظر. اديله ده اديله في وجهه واعطيه الواحد. فما بالك بقى لما الواحد مننا يجي يدور يجي عند مثلا مؤلف يقول له ما عندكش ورق في حته شهابه يعني حته شهابه يقول الواحد. طب اكتر حلقه ضحكتك كمشاهد؟ كمشاهد سماح انور. سماح انور ضربتك؟ ايوه سماح انور. انا كنت هضحك يعني انا في عز عصبيتي. سماح انور قالت لي حاجات مش معقول كده. انا عايز اسال سؤال برضه زيك. قلت لها عادي يا سماح في ايه بتاع؟ قالت لي لا ما انت تسكت شويه. اسكت شويه اسكت شويه كده. فطبعا عمليه اسكت شويه دي انا كنت حاجه على الارض. والنبي يا استاذ شريف ثانيه واحده. انا عارف انا عارف حجاج. انا بس اسكت بقى. اصل المشكله دي بقى. انا اتعرض. اسكت بقى شويه بقى. انت بتخنقيني ولا ايه؟ الله ما انا عارف حضرتك فاصل بس يعني اديني فرصه بس معلش بقى اهزر معاك. يلا ما ينفعش يا كريم. هو ايه اللي ما ينفعش يتقال كده وانا مش موجود؟ لا يا سماح مش انا. خلاص يا حبيبي خلاص انا اسف. لا يا حبيبتي انا ما تزعليش عليا خلاص. لا لا انا اتخنقت يا حجاج. انا كل ما احنا الكلام انت بتتكلم. طب ومال انا ما اعرفش. ما انا عايز اتكلم يا حاج. انتوا ايه ده كمان يا سماح؟ الله يعني دماغي صدعت من كتر الضحك. طبعا شفت الضحك انا ضحكته قد ايه. الضحك ده صدعني فعلا. حسيت ان انا دماغي شققت فعلا. بعد كل حلقه كنت بصورها وبضحك فيها جامد كنت بروح اترمي على السرير مش حاسس بدماغي. شفنا مع بعض طبعا المواقف الجميله اللي انتوا شفتوها ومتعناكوا بيها. يا رب نكون متعناكوا بيها. مواقف جميله فكرتني انا شخصيا بالبرنامج الجميل اللي فيه حلقات
فعلا ممتعة شاركت فيها كريم كوجب، فكرتني بالمخرج شريف هشام، فكرتني بالإنتاج، فكرتني بجمال لويس، فكرتني بدكتور عزمي، فكرتني بعاطف، فكرتني بالمذيعات اللي هم عصافير يا عيني، وهم بيعملوا حركات جامدة جدا، رضوى ورانيا، فكرتني بالاي ار تي. يا رب ان شاء الله باذن الله يا ربنا يوفقني واوصل لفكره حلوه السنه الجايه عشان اقدمها لكم، والمره اللي جايه مش هيبقى خارج نطاق الخدمه، هيبقى في حاجه يعني قريبه منها بس مش قريبه قوي، وبرده اللي هيجي برده هيضحك عليه ومش هيفهم ان انا بعمل فيه حاجه. كل سنه وانتم طيبين. استنونا استنونا بكره هنيجي وهتشوفونا، لا تقول سلم ولا تعبان على قدنا اشكال والوان، عند الكوه في اي مكان نفس معدنا هتلاقونا نه 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 خارج لبعض الخدمه نه نه اثبت